حد يلحق الأستاذ الأفورة. الأفورة في المسلسلات طبعاً في مسلسلات هايلة بس لياقة بدنية غير عادية طبعاً. ولا ولا التنفيذ مهم. التنفيذ اللي كان أوفر ما يمكن بتاع الزمن ده. ما بقول لك في وقتها كانوا بيبنوا الأسقف المنازل من الفل لحضرتك. لا يمكن وقتها كان دي طريقة الإخراج وطريقة الأكشن في مصر. مثلا البديل بتاع لا ما هو كان لازم وإلا لو حيطة هتقع عليه تموته. بس مثلا في فل لونه بالظبط ايوه اهي دي الأفوار. احنا بنتكلم على المسلسلات الاوفر اللي هي على طول فيها معاناة وفيها مأساة ومبالغ فيها في تفاصيل كده ما تبقاش فاهمها ما تبقاش عارف اللكنة. مالك يا اختي مش انت قلتي مسلسل فيه دراما؟ اوكي انا بكمل. مالك يا اختي اني اني حزينة من ماذا يا سيدتي؟ هل تموتي؟ يا ريت. هل تطلعين في الروح؟ يا ريت. قلبي الصغير لا يحتمل غدر عبد الرحمن. وماذا فعل بك يا عبد الرحمن؟ لقد تركني في مفترق الطريق. الطريق؟ معانا الطريق دي. وهل كان معك سيارة؟ لقد قلت له سأستغنى عن كل ما أملك من أجر أن أبقى معك. وهل تخليت عن كل ما تملكينه علشان خاطر عيونك؟ بالطبع بالطبع قبلت كل الشروط ومع ذلك لم يرغب في الاحتفاظ بي وتركني في الظلام. ممكن تقوليها ثلاث مرات. هذه هي مسلسلات النكد. هذه هي المسلسلات التي لا تعرف من هي. هل هي صعيدية أم فلاحي؟ تعال نشوف الفيديو وبعد كده نتكلم مع بعض.